إذا السلام عليكم، أسرة بركفاست ترحب بكم في أول دروس الرياضيات للسنة أولى علوم، للسنة أولى بكالوريا علوم جميع المسالك العلمية. إذا الدرس ديالنا هو المنطق في الرياضيات. أولا غناخذ واحد دقيقة باش نشرح لكم الطريقة باش غادي نشرح هذا الدرس. غادي تشرح إن شاء الله على ستة الأجزاء. شنو هو الهدف؟ الهدف هو أن الدرس يكون أسهل 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 ما يمكن. في الجزء الأول غادي نعرفوا اشنا هي العبارة، وشنا هما نفي عبارة، فصل عبارة، استلزام عبارتين، تكافؤ عبارتين. كما كتشوفوا على السطور غنشوفوا العبارة اشنا هي العبارات، وكذلك العمليات على العبارات. العمليات اللي هما اما نفي عبارة، اما عطف عبارتين، او فصل عبارتين، او استلزام عبارتين، او تكافؤ عبارتين. ايضا في هذا الجزء الاول غادي نشوفوا ما معنى الدالة العبارية، شنا هي الدالة العبارية، وغنشوفوا المكمم الوجودي والمكمم الكوني، وغنشوفوا المكمم الوجودي والمكمم الكوني، وكذلك نفي دالة عبارية، وكذلك نفي دالة عبارية. إذا الأجزاء الأخرى، الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس، اش غنديروا فيهم؟ كاين واحد خمسة الأنواع ديال الاستدلالات، أولا خمسة ديال أنواع البراهين، اللي هما أولا الاستلزام المضاد للعكس، غيتدار في جزء خاص به مع بعض الأمثلة كيفاش كنطبقوا هذاك الاستلزام المضاد للعكس. ثم الاستدلال أو البرهان بالتكافؤ، أيضا جزء ثاني خاص به مع بعض الأمثلة. ثم الاستدلال أو البرهان بفصل الحالات، اللي هو البرهان الثالث مع أمثلة. ثم البرهان او الاستدلال بالخلف، غيكون في الجزء الخامس بالتكيله او الثاني مع امثله. وفي الجزء السادس والاخير غيكون الاستدلال بالترجع او البرهان بالترجع. والله يجازيكم بخير، هذاك البرهان بالترجع هو اكثر حاجه خاصكم تكونوا متمكنين منها في المنطق، باش نجيكم واضح وصريح. اكثر حاجه غادي تحتاجوها في المنطق من بعد، واخا انا اعدكم بانكم غتفهموا 100% الا ما كانش 190% على الدرس بعد ما تبعوا ستة الاجزاء. هذاك البرهان بالترجع غيتبعك في السنه الاولى بكالوريا، غيتبعك في السنه الثانيه بكالوريا، وغيتبعك في لابخي بكالوريا. اذا هذاك البرهان بالترجع خاصك تضبطو 100%. اذا نبداو على بركه الله. اولا العبارات، اشنا هي عباره؟ اشنا هي عباره؟ عباره هي اي حاجه تقالت في الرياضيات وعندها معنى، واخا يكون هذيك العباره تكون صحيحه او لا تكون خاطئه ما كيهمناش. العباره هي اي نص رياضي في الرياضيات، اي نص رياضي يحمل معنى. العباره هي اي نص رياضي يحمل معنى، وقد يكون صحيحا او خاطئا ما كيهمناش. المهم عباره وقد يكون صحيحا او خاطئا. نديرو مثال، إذا كتب لك 4+1=5، هذه عبارة. وإذا كتب لك 4+1=7، هذه عبارة. هذه عبارة وهذه عبارة. فعلا هذه كتبان لك عبارة صحيحة وهذه عبارة خاطئة، ولكن ما كيهمناش حنا. العبارة هي أي نص رياضي يحمل معنى، البوان. سواء كانت صحيحة، سواء كانت خاطئة. إذا الآن العمليات على العبارات، بعد ما فهمنا اشنا هي عبارة، غنمروا الآن إلى نفي عبارة. أولا العبارة كنرمزو ليها، كنرمزو العبارة، نرمز العبارة بأحد الحروف التالية. نرمز العبارة بي بي أو كي، أو في أحيان أخرى إكس صغيرة. إذا هادو هما عبارة كنرمزو بي، مثلا بي بي العبارة 4+1=5، ويقدر يقول مثلا كي العبارة 4+1=7. إذا واحد العبارة كنرمزو ليها بحروف بي أو كي أو إر صغيرة. الآن قلنا غنهضر على نفي عبارة. نفي عبارة هي واحد العبارة غتكون صحيحة إلا كانت الأولى خاطئة، وغتكون خاطئة إلا كانت الأولى صحيحة. حتى أنا مازال ما فهمتيش شنو هي نفي عبارة. نفي عبارة ببساطة، إلا ما كانش بيض غيكون كحل، وإلا ما كانش كحل غيكون بيض. أجي نقربوها شوية.
ملي كنعطيك انا واحد العباره بي وهذا جدول الحقيقه هذا بي هنا في عباره كنرمزو ليه هكا بي بار عباره نرمزو ليه عباره بي بي و لنا في عباره بي بي بار وكاين بعض الكتب او بعض الاساتذه الكرام كيستخدموا هذا الرمز وكيهضر مزيان اكثر شيوعا اذا الا كانت العباره بي صحيحه اذا كنعطيوها واحد فالعباره بي بار خاطئه كنعطيها صفر والا كانت العباره بي خاطئه فالعباره بي صحيحه اذا عباره ولا في عباره ما يمكنوش يكونوا صحاح في نفس الوقت او لا يكونوا خاطئين في نفس الوقت راه ما يمكنش يكون بيض وكحل في نفس الوقت يا يعني اما بيض يا يعني اما كحل إذا كانت العبارة بي صحيحة فالعبارة بي بار خاطئة وإذا كانت العبارة بي خاطئة فالعبارة بي بار صحيحة إذا هذا هو الجدول ديالنا في عبارة فكيقول لك نفي عبارة نفي عبارة بي هو العبارة بي بار التي تكون صحيحة شكون هي دابا اللي كتكون التي تكون صحيحة بي بار إذا كانت بي خاطئة و أيضا إذا كانت بي بار هاد المرة خاطئة فإن بي ستكون صحيحة إذا هذا فيما يخص نفي عبارة إذا هذا فيما يخص نفي عبارة دونك بي و بي بار إذا كانت بي صحيحة فبي بار خاطئة وإذا كانت بي خاطئة فبي بار صحيحة أو قد نستعمل رمز ديال فغي و فو بي بي بار إذا كانت بي فغي راه بي بار إلي فوس دونك وإذا كانت بي فوس راه بي بار إلي فغي دونك هذا أيضا هذا كيتسمى جدول الحقيقة ديالنا في عبارة كيتسمى جدول الحقيقة الآن غنمرو إلى عطف عبارتين وغنشرحو بأبسط طريقة ممكنة عطف عبارتين أشنو هو حرف العطف الشهير في اللغة العربية هو مثلا ذهب أحمد إلى السوق وإلى المسجد يعني أنا مشى للسوق ومشى للجامع دونك عندي حرف عبارتين هو العبارة بي عفوا هو العبارة بي و كي أو نرمز لها بي أكسون شابو كي هذا هو رمز يعني نكتب يا إما بي و كي أو لا نكتب بي أكسون شابو كي أو لاكسون سيركونفليكس المهم اللي كيهمني الآن باش نفهمكم مزيان عطف عبارة مثلا قالت لي الوالدة ديالك قالت لك الوالدة ديالك مثلا سير للسوق وجيب التفاح والبنان جيب التفاح والبنان الا جبتي التفاح بوحدو النتيجه خاطئه الا جبتي البنان بوحدو النتيجه خاطئه ما جبتي حتى شي واحد فيهم قفرتيها اذا خاصك تجيبهم بجوج وباش نحطوها في الجدول ديال الحقيقه غنحط بي وغنحط كي وهنا بي و كي هنا غتبان لكم الا كانت بي صحيحه صاحبنا جاب البنان بوحدو ولكن ما جابش التفاح دونك النتيجة خاطئة يرمي هادو إلا جاب ما جابش البنان جاب التفاح النتيجة أيضا خاطئة ما جاب حتى شي واحد فيهم النتيجة خاطئة خاص يكونوا بجوجهم باش تكون النتيجة صحيحة إذا عطف عبارتين السيد اللي قالت ليه الوالدة ديالو سي جيب لي التفاح وجيب لي البنان الحل الوحيد اللي عنده باش ترضى عليه الوالدة ديالو هو يجيب ليها التفاح والبنان معاه حيت قالت ليه جيب ليها التفاح وجيب ليها البنان واضح إلا جاب التفاح بوحدو واش تقول ليها تقول لي فينا هو البنان وإلا جاب البنان بوحدو تقول لي فينا هو التفاح لا يوجد تبسيط للأمور أكثر من هذا إذا بي واكي كيبان لنا جدول الحقيقة إذا العبارة بي واكي هي العبارة التي تكون صحيحة إذا كانت العبارتين بي وكي صحيحتين معا بانت لكم خص بي تكون صحيحة وخص كي تكون صحيحة خص يكون البنان ويكون التفاح هذا يكونوا مفاهمين إذا العبارة بي وكي صحيحة إذا كانت
العبارتين ب و ك صحيحتين معا. أرجو أن يكون واضحا، أرجو أن يكون واضحا. هذا فيما يخص عطف عبارتين. ما تنسوش بأننا نستعمل بي وكي، يعني حرف العطف ديالو على العربية و، أو في بعض الكتب أو بعض الأساتذة الكرام كيستعملوا الرمز ديال لاكسون سيركونفليكس أو لاكسون شابو بي و. إذا سنمر إلى الفقرة الثالثة، فصل عبارتين. فصل عبارتين. الفصل في اللغة العربية نستعمل حرف أو، فسنقول بي أو كي، أو نستعمل رمز رياضياتي بي، وهذا هو رمز ديال أو في اسمه. الآن نرجعوا باش نفهموا هذا الفصل عبارتين، نرجعوا للتلميذ مع الوالدة ديالو ولا الطفل مع الوالدة ديالو. قالت ليه الوالدة ديالو سي جيب لي التفاح أو لا البنان. إلا جاب التفاح بوحدو الإجابة ديالو صحيحة، لأن قالت لي جيب لي التفاح ولا جيب لي البنان. إلا جاب البنان بوحدو النتيجة ديالو صحيحة، وإلا جاب البنان والتفاح بجوج خير وبركة، فين كيكون المشكل؟ إلا ما جابت واحد فيهم. إذا جدول الحقيقة كيف سيكون؟ أعتقد أنكم بوحدكم دابا تقدروا تصايبوه، سهل جدا. ملي كنحط لك أنا هنا بي وكنحط لك كي وكنقول لك هنا بي أو كي، إذا هذا جاب التفاح، إذا بي صحيحة، ولكن ما جابش البنان كي خاطئة، إذا بي أو كي صحيحة. دونك هنا ما جابش تفاح ولكن جاب البنان، إذا النتيجة أيضا صحيحة. إذا إلا جابهم جوج بي صحيحة وكي صحيحة، جاب صاحبنا جاب تفاح وجاب البنان خير وبركة، الإجابة صحيحة، فين كيكون المشكل؟ إذا ما جاب حتى واحد، هنا النتيجة صفر. إذا الفصل عبارتين هو العبارة التي تكون صحيحة إذا كانت إحداهما صحيحة. يكفي على ربي يجيب لنا غير البنان ولا التفاح، جابهم بجوج راه خير وبركة، ولكن على الأقل واحد العبارة تكون صحيحة، بي تكون صحيحة أو لا كي تكون صحيحة. إذا الفصل عبارتين بي أو كي هو العبارة التي تكون صحيحة إذا كانت إحداهما على الأقل صحيحة. ما معنى إحداهما على الأقل صحيحة؟ يعني بالقليلة تكون بي صحيحة أو لكي صحيحة، إذا كانوا بجوج صح راه خير وبركة كما قلنا. إذا كنتمنى أنه فصل عبارتين يكون واضح. الآن سنمر إلى استلزام عبارتين. إذا استلزام عبارتين، كيف نرمز إلى الاستلزام؟ نرمز بهذا الرمز بي تستلزم كي، بي تستلزم كي. وهنا الحل ديالها باش تعقلوا عليها في الدماغ ديالكم، غنقولها لكم بواحد الطريقة بسيطة. في الرياضيات أو في علم الرياضيات راه يمكن ننطلق من حاجة خاطئة ونلقى في الآخر حاجة صحيحة، يعني ننطلق من واحد الحاجة اللي هي خاطئة، مثلا ممكن ننطلق أنا من واحد تساوي جوج، ولكن في الاخر غنلقى شي حاجه اللي هي صحيحه. ولكن المستحيل والذي هو غير ممكن ولا يمكن ان يكون ولن يكون هو ننطلق من حاجه صحيحه ونبني بطريقه منطقيه ونوصل لحاجه خاطئه. يقدر اعطيها لكم بواحد الطريقه اخرى، يقدر نبني واحد الدار بالغش، يعني بشويه د السيمه مغشوشه وسميتو وانا وزهري، يقدر ديك الدار تطيح تريب لي الغدلي ويقدر تبقى. ولكن المستحيل هو ان نبني دار على حقها وطريقها بالسيمه ديالها بالحديد ديالها بالمسايد ديالها وتريب لي غلط ليه. دونك وبطريقه اخرى صحيح ما عمري عطيني الخطا. الا كنت بنيت الحياه ديالي على شي مبادئ صحيحه وسميتو راه هي مبنيه صحيحه، ولكن الا كنت بنيتها على شي حاجه خاطئه راه ممكن من بعد يجيب لي ربي تاويل الخير يهديني وما الى ذلك وتقاد الامور ديالي. ولكن اصلا الصحيح لا يستلزم الخطا او لا يعطي الخطا. وهنا باش نبسطوا جدول الحقيقه ان نعطيوها لكم، لاحظوا هذه في المدابه، ردوا معايا البال. بي كي بي كي بي تستلزم كي، اذا ممكن ننطلق من خطا
نبدا من سيما الدار مغشوشه وتريبليا، هذا ممكن. ممكن الدار نبنيها مغشوشه وتبقى، هذا ممكن. ممكن الدار نبنيها متقنه وتبقى دائما، هذا ممكن. ولكن الذي لا يمكن ان نبنيها على الصح والعمل وتريبليا لغد ليه، هذا غير ممكن. اذا بي يستهزئكي، لاحظوا بانها تكون خاطئه في واحد الحاله، هي انني لا انطلقت من حاجه صحيحه، ما يمكنش ننطلق من حاجه صحيحه ونوصل للحاجه خاطئه، هذا غير ممكن. هذا هو هذا الاتجاه، انني ننطلق من حاجه صحيحه ونوصل لحاجه خاطئه، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. ولكن يمكن لي ننطلق من خطا ونوصل خطا، يمكن لي ننطلق من صحيح ونوصل صحيح، يمكن لي ننطلق من خطا ونوصل صحيح. ولكن ما لا يمكن هو ننطلق من صحيح ونوصل الخطا، هذه امبوسيبل، هذه غير ممكنه. اذا هذا هو مبدا الاستزام، دونك هذا هو مبدا الاستزام، ارجو ان يكون واضحا، ارجو ان يكون واضحا. اذا بي تكافيكي، بي عفوا تستزيمكي، هي العباره التي تكون خاطئه اذا كانت بي صحيحه وكي خاطئه، وتكون صحيحه في باقي الحالات. هذا غير ضربه التعريف، ولكن هذا واضح وشامل وكافي، وتكون صحيحه في باقي الحالات. اذا المثال الاخير في العمليات على العبارات هو تكافؤ عبارتين، تكافؤ عبارتين سهل جدا جدا جدا. الحق يكافي الحق، والباطل يكافي الباطل، ومعمر الحق والباطل يتكافئان او يتساويان. اذا كانت بي صحيحه فستكافي انك تكون صحيحه، واذا كانت بي خاطئه فستكافي انك تكون ايضا خاطئه. ولكن الى بي خاطئه وكي صحيحه، هذا ليس هناك تكافؤ بين الحق والباطل، بين الخطا والصواب. غنديروا الجدول ديال الحقيقه وهو غيبين لكم كل شيء. اذا تكافؤ عبارتين، تكافؤ عبارتين، اذا جدول الحقيقه انا اخذ بي بي كي بي تكافيك، هذا هو الرمز ديال تكافؤ، بي تكافيك. اذا الا كانت بي صحيحه وكي صحيحه، لاحظ ان الصحيح يكافئ الصحيح، النتيجه صحيحه. اذا كانت بي خاطئه وكي خاطئة، دونك الخطأ يكافي الخطأ أو الباطل يكافي الباطل، النتيجة صحيحة. ولكن إذا كانت بي صحيحة وكي خاطئة، هنا الحق لا يكافي الباطل، النتيجة خاطئة. ثم العكس، إذا كانت بي خاطئة، عفوا هنا خاطئة، إذا كانت بي خاطئة وكي صحيحة، هنا أيضا النتيجة خاطئة. إذا كيبان لنا بأن التكافؤ فقط غيكون صحيح اذا كانت العبارتين بي وكي صحيحتين معا او خاطئتين معا. اذا يمكن نقولوا تكافؤ عبارتين هو العبارة التي تكون صحيحة اذا كانت بي وكي صحيحتين معا أو ب وكي خاطئتين معا. إذا هذا هو مبدأ ديال تكافؤ عبارتين. كملاحظة باش نربطوا ما بين التكافؤ والاستزام، ملاحظة ب تكافئك يعني ب تستلزم كي، وكذلك وكي تستلزم بي. اذا هذه كتدي وكتجي. اذا الان غنكونوا دزنا على الفقره ديال العمليات على العبارات، يعني شفنا ما فيه عباره، شفنا العرض، شفنا الفاصل، شفنا الاستلزام، وشفنا التكافؤ. الان غنمروا للداله العباريه، غنشوفوا المكمل الوجودي والمكمل الكوني ونفي داله عباريه، وهذا الشيء سهل جدا. اتبع معنا.
إذا أولا أشنا هي الدالة العبارية؟ أولا الدالة العبارية مشتقة من عبارة، يعني هي عبارة، ولكن أشنا هو الفرق بينه وبين عبارة؟ أن فيها واحد المتغير. ما معنى فيها متغير؟ فيها عنصر كينتمي لواحد المجموعة، يعني يقدر ياخذ قيم مختلفة. يقدر يقول لك مثلا ينتمي إلى المجموعة إن، إذا قلت لك ينتمي إلى المجموعة إن يعني راه يقدر ياخذ قيمة صفر، يقدر ياخذ قيمة واحد، يقدر ياخذ قيمة جوج، يقدر ياخذ قيمة ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، إلى ما لا نهاية. ولكن في عبارة كتكون قيمة محددة وثابتة. عبارة من قبل قلت لكم عبارة مثلا، قلت لك أنا في عبارة قلت لك 4 زائد 1 تساوي 5، القيم هنا واضحة وثابتة ومحددة في عبارة. في الدالة العبارية لا، القيم قد تأخذ القيم المتغيرة على حسب المجموعة اللي أنا كنطلق منها ولا كنوصل ليها ولا. المهم هناك متغير، هناك متغير مبني على واحد المجموعة. ولحقاش هناك متغير؟ يعني وليت كنخدم في مجموعة، والمجموعة بعض المرات كتحتوي كاين مجموعة منتهية وكاين مجموعة غير منتهية، ياك؟ ليسونسيل أصبحت بحاجة إلى أن أستعمل هذا المكمم الوجودي والمكمم الكوني، وسأشرحهما. أنت أول مكمم الكوني، أشنا هو المكمم الكوني؟ غادي نرجع نوضح المكمم الكوني. المكمم الكوني هو الذي يشمل الجميع. مثلا قلت لك مهما كان هذا التلميذ اللي كيقرا في السنه الاولى بكالوريا فعمره اكبر من او يساوي 15 سنه. مهما كان كيما بغى يكون هذا الدري اللي كيقرا في السنه الاولى بكالوريا فعمره اكبر او يساوي 15 سنه. يعني كاع الدري ديال اللي كيقراو في السنه الاولى بكالوريا راه هما عندهم 15 عام، هي القليله للفوق، وليس هناك اي استثناء، وليس هناك اي استثناء، واضح؟ مهما كان هذا التلميذ اللي كيقرا في السنه الاولى بكالوريا راه هو عنده 15 سنه او ما فوق. مهما كان هذا التلميذ اللي حاصل حسن جدا في مميزات البكالوريا فراه المعدل ديالو هو 16 فما فوق. يعني ما يمكنش يكون شي تلميذ جايب 15 ونعطيه حسن جدا، هذيك راه حسن. اذا مهما كان تشمل الجميع وتسمى المكمم الكوني، يعني للكون، يعني للكل. دونك نستعمل المكمم الكوني واللي هو هذا الرمز ديالو، وكيتسمى مهما كان. مثلا مهما كان ان ينتمي الى ان، كيما بغى يكون هذا العدد في العدد الصحيح الطبيعيه، فان ان يكون اكبر من او تساوي صفر. هذه دابا داله عباريه. علاش داله عباريه؟ هذه داله عباريه. علاش داله عباريه؟ داله عباريه تلميذ في هذا المتغير ان اللي قد ياخذ قيما مختلفه من المجموعه ان. ان يعني ينتمي الى ان، يعني ان ان كتعرفوا كلكم مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه، يقدر يكون في القيم ديالو صفر، يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثه، يقدر تكون اربعه، خمسه، سته. كنلاحظوا بان هاد الاعداد كلها اعداد صحيحه طبيعيه موجبه، المجموعه ان جميع اعدادها صحيحه طبيعيه موجبه. اذا هذه دابا هذه كلها داله عباريه، لانها نص رياضي له معنى ويحتوي على متغير. هذه دابا داله عباريه. اذا المكمم الكوني هو الذي يشمل الكل ونرمز له بمهما، بحال ام قلوبه هكا، بحال الى قلبنا، هذا المكمل الكوني. وكاين المكمل الوجودي. المكمل الوجودي كيفاش غنديروا ليه؟ يقدر نقول لك مثلا يوجد تلميذ كيقرا في السنه الاولى بكالوريا السن ديالو اقل من 15 سنه، كي دار ليها ما عرفناش دخل المدرسه في 5 سنين ولا كان جيني دوزناه من شي مستوى ما عرف. المهم كاين شي واحد عنده قل من 15 عام وكيقرا في سنه اولى بكالوريا، هذا كيوجد كتحتاج انه يكون عندك على الاقل واحد العنصر كيحقق، كتحتاج انه يكون عندك على الاقل واحد العنصر كيحقق. فبالتالي هذيك يوجد كنرمزو ليها هكا بحيلة او اللي دايرها هكا قلبتيها نطق خاص، دونك هذيك كتسمى يوجد. مثلا يقدر نقول لك يوجد عنصر ان ينتمي الى ان بحيث ماذا؟ ان اكبر من او تساوي 3. المهم هذه دالة عبارية كما كتشوفوا، ايضا هذه دالة عبارية، هذه دالة عبارية
قلت لك انا كاين شي عنصر ان في المجموعه ان اكبر منها وتساوي 3، غتقول لي راه هما بزاف، انا نقول لك ماشي مشكل، المهم حنا ان على الاقل كاين واحد يقدر يكون هذاك الدري، قلت لك اقل من 15 سنه كيقرا في ثانوي ولا بكالوريا، يقدر مثلا في المغرب يكونوا 4، نعرف ما كيهمنيش، المهم ديك يوجد كتضمن لي بانه على الاقل كاين واحد. مثلا يقدر يقول لك يوجد شخص حاصل على معدل 19 في البكالوريا، المهم هذيك يوجد كتضمن لك بانه راه كاين واحد في المغرب، يقدر يكونوا 50، يقدر يكون واحد، المهم ديك يوجد كتضمن لك او موان ان. دونك الفرق بين يوجد كتشمل عنصر فما فوق، بينما مهما كتشمل جميع العناصر، هذا هو المكمل الوجودي والمكمل الكوني. الان لنفي المكمل الوجودي باش نفيو مهما كنستعملو يوجد، وباش نفيو يوجد كنستعملو مهما، باش نوضح لكم اكثر. غادي نبغي نفي هاد العباره، لاحظ دابا هاد العباره دابا اللي كتبتها لك دابا بغيت نفيها، اذا هنا كاينه يوجد، اش غادي نستعمل؟ غنستعمل مهما كان ان ينتمي الى ان، اش غتكون ان خصها تكون اصغر قطعا من 3. هنا تعلموا معايا هذه، الله يجازيكم بخير، الا بغيتي تنفي اكبر قطعا استعمل اصغر من او يساوي، بغيتي تنفي اكبر من او يساوي استعمل اصغر قطعا، بغيتي تنفي اصغر استعمل اكبر من او يساوي، بغيتي تنفي اصغر من او يساوي استعمل اكبر قطعا، بغيتي تنفي يساوي استعمل يخالف، بغيتي تنفي يخالف استعمل يساوي، بغيتي تنفي مهما استعمل يوجد، وبغيتي تنفي يوجد استعمل مهما، عفوا بغيتي تنفي مهما استعمل يوجد، بغيتي تنفي يوجد استعمل مهما. اذا هادو هما الميكانيزمات او اول التقنيات اللي خصك تضبطها معايا الا بغيتي تنفي عباره. بغيتي تنفي اكبر قطعا استعمل اصغر من او يساوي، بغيتي تنفي اكبر من او يساوي استعمل اصغر قطعا، بغيتي تنفي اصغر قطعا اكبر من او يساوي، بغيتي تنفي اصغر من او يساوي اكبر قطعا، بغيتي تنفي تساوي يخالف، بغيتي تنفي يخالف تساوي، بغيتي تنفي مهما يوجد، بغيتي تنفي يوجد استعمل مهما. اذا هادو شدوهم معايا الله يجازيكم بخير باش نكملوا الفيديوهات وانتم ضابطين الامور ديالكم. اجي نفيو بعض العبارات. العباره اللي قلنا قبيله فاش نسمي واحد العباره بي، قلت قبيله مهما كان ان ينتمي الى ان اكبر من او يساوي صفر، اراني نفي هذه العبارتين، هذه العباره انا نعطيو بي بار يعني النفي ديالها. لاحظ ماذا ساكتو، هاد مهما اش غيولي؟ غيولي يوجد ان ينتمي الى ان، الان ان اكبر من او تساوي غنكتب ان اصغر من صفر، هذه دابا عبارة وهذه النفي ديالها، بالتأكيد عبارة ونفي ديالها معناها أن واحدة صحيحة والأخرى خطأ، حنا دابا كنعرفو أي تلميذ ديال الرياضيات غيعرف بأن هاد العبارة بي هي صحيحة وبأن هاد العبارة بي بار هي خاطئة، لماذا؟ لأن قلنا في النفي عبارة بي وبي بار ميمكنش يكونو صح بجوج ولا خاطئين بجوج، كتكون واحدة صحيحة والأخرى خاطئة، إذا هذا مثال ديال نفي عبارة، العبارة اللي عطيتكم قبيلة عاوتاني هي العبارة كي قلت يوجد إن ينتمي الى ان بحيث ماذا؟ ان اكبر من او تساوي 3، سميتها ديك كي، راه تشوفوا كبار كبار، دونك يوجد غنستعمل هذا مهما، مهما كان ان ينتمي الى ان بحيث ماذا؟ هنا عندي اكبر من يساوي خصني نستعمل ان اصغر من 3. اذا هادو بعض النماذج ديالنا في عباره ما فيها باش نزيدوا مثال اخير ونديروا مثلا مهما كان اكس ينتمي الى r اكس زائد 1 الكل واستثناء اكبر من او يساوي مثلا 1، هذه عباره بسيطه جدا، اولا اكس زائد 1 الكل واستثناء مثلا تساوي 1، هذه عباره ما كيهمش، بغينا نفيوها حنا. اذا مهما ستصبح يوجد اكس ينتمي الى r بحيث ماذا؟ بحيث اكس زائد 1 الكل واستثناء هنا عندي تساوي 1 يخالف واحد، وهكذا كنحصل حصلت على النفي ديال هذه العباره هذه. اذا نرجع نذكر بان المكمل الوجودي يشمل الكل، عفوا المكمل الوجودي يشمل البعض، المكمل الكوني يشمل الكل، نفي داله عباريه كما شفتوا دابا، والداله العباريه هي عباره تحتوي على متغير بينما العباره لا تحتوي على متغير، هذا هو الفرق. اذا وصلت معك فاسيل، كنشكركم، نلتقي في الجزء الثاني، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.